السلام عليكم. اليوم سوف نقوم بجولة في حي الإذاعة بمدينة حلب. أبو ماجد رئيس مجلس سوار الإذاعة وأحد أبناء منطقة الإذاعة، واليوم حبينا نستضيفكم ونورجيكم على حجم الدمار والخراب اللي موجود في الحي. تمام، تفضل. وين هلا؟ نحن هلا يعتبر على نهايات منطقة الإذاعة، على أبواب منطقة سيف الدولة، ورا هذا الباص مباشرة، مثل ما لكم شايفين الباص وصل لهي المرحلة من الخراب بفعل الدمار والقصف الصاروخي اللي تعرض له من قبل قوات الطاغية بشار. هلا بنغلط كتير وقت نقول قوات النظام. النظام يعني في دولة، الحقيقة نحن ما في دولة، في عصابة. في عصابة عم تفرض حالة هيمنة على البلد من خلال اللون الطائفي الواحد. الشعب السوري قام في البداية بثورة وطنية، ثورتنا كانت سلمية، وهو هذا الشارع بالذات أكثر من مرة كان في تظاهر سلمي للمواطنين. بتتذكروا موضوع الشبيحة، موضوع يوم اللي اتهمنا بيوم من هالأيام إن نحن جراثيم ومندسين، تحولنا بفعل فاعل بعده لعصابات مسلحة، أصبحنا اليوم إرهابيين. كل يوم في عنده توصيف بشار الأسد. الله، هو على ما يبدو بيتفرج على نفسه في المرآة وبشوف حالة الإجرام اللي عنده، بيشوف حاله أنه هو أصبح إرهابي 100%، بيعكس هاي الحالة على شعبه. ما بعرف منه الإرهابي، نحن المواطنين إرهابيين، ولا هو شكل الدمار اللي موجود هون البنايات. لو ردنا نشوف شكل البنايات هون، في ناس سكان آمنين، هدول من إرهابيين، هدول مواطنين سوريين بيحملوا الجنسية السورية، بعيدين كل البعد عن اللون الطائفي عن اللون العرقي. مواطنين نحن سوريين، نحن عرب، أكراد، شركس، مسلمين، مسيحيين، علوية، دروز، إسماعيليين، يزيديين، كلاتنا نحن مواطنين سوريين، مع الاحتفاظ طبعا أن نحن شعب مسلم. في إلنا مظلة من السماء هي الإسلام، اللي بتضمن حقوق الناس جميعا لكل أبناء الوطن بكل تنوعه الوطني. الله، ما اكتفى بالخراب والدمار لموضوع الأبنية السكنية، بل زاد ظلمه، زاد حالة التوحش اللي موجودة عنده. استهدف مستشفى، ومستشفى للأطفال، هذا مستشفى للأطفال كان للتوليد، للجراحة النسائية والأطفال الخدج، مثل ما لكم شايفين في هذا المستشفى. نحن عم نحكي طبعا بعام 2013. بال2012 تعرض هذا المستشفى إلى قصف، وكان فيه 8 أطفال حديثي الولادة، وكلهم أصبحوا طيور من طيور الجنة إن شاء الله. استهدف المحلات التجارية، مثل ما لكم شايفين كمان في عنا هون المحلات التجارية اللي استهدف بكم هائل من الخراب. لو ردنا هيك نلقي الضوء نشوف محلات تجارية لبيع الألبسة، لبيع الحلويات، اللي أصبحت اليوم في الزمن المر ما عاد في شيء اسمه حلو. هذا هو تصميم. وهذا المستشفى ليكون كان عم بيسعف الارهابيين. هذا المستشفى اولا كان مخصص فقط للاطفال، وطاقته لا يمكن ان يعمل الا من اجل الاطفال. بالاضافه ان نحن المواطنين السوريين ما ان ارهابيين، هو بيقيمه ارهابي هذا مشكلته، لكن هذول مواطنين سوريين. اتفرج، هذا محل الحلويات تعرض للقصف، عندنا هون محلات للالبسه تعرضت للقصف، في عنا هنيك المحلات الثانية كمان اللي كانت تبيع ألعاب للأطفال، محلات كانت لبيع ألعاب الأطفال زائد لبيع سكاكر وبن وحلويات. على ما يبدو مبروء يعني هذا المنظر ما كتير بيحبه بشار الأسد، يشوف في طفل سوري عم يلعب بلعبة. تحولت ألعابنا نحن بالوقت الحاضر لصواريخ، لهاونات، لقذائف، لطيران.
أصبح يداعب الأطفال بهي أسلحته، بيرسل لهم الهدايا بدل ما يرسل لهدية لعبة لطفل أو لطفلة، بيرسل لهم القنابل والمتفجرات والصواريخ. هدول المحلات كانت، هذا بالذات كانت محلات لبيع ألعاب الأطفال. هذا المحل كان موجود لبيع البن والسكاكر والحلويات، كمان استهدفوا بشار الأسد. عم نتابع المشوار في منطقة حي الإزاعة، ومثل ما لكم شايفين البرداي المقدمة من الأمم المتحدة، الأمم المتحدة اللي تخاذلت أمام جرائم النظام باتجاه الشعب السوري، قدمت لنا ساتر، ما قدمت لنا قرار يوقف إجرام بشار الأسد. مجلس الأمن عجز 3 مرات عن اتخاذ قرار لنصرة الشعب السوري. ما بعرف يعني، بكل تأكيد فقد مصداقيته المجتمع المتحضر اللي بسمي حاله بين قوسين مجتمع متحضر، أمم متحدة، مجلس أمن. هذا هو اللي نحن أخذناه من الأمم المتحدة، وهي البرداي نحن لأن ما بنقدر نمشي بشكل مباشر في قناصة لفوق لرأس الشارع مكان تواجد قوات الطاغية بشار. أكثر من مواطن تعرض للقنص بهذه المنطقة بالذات، وأنا أحد الناس يمكن في آخر اللقاء ببقى بورجيكم موضوع القنصة اللي تعرضت له. مدنيين مو أكثر ولا أقل، ذنبهم إني سوريين وقالوا بدهم حرية وكرامة. راح نتابع المشوار، وبس في ملاحظة مهمة كتير، إني أصبحنا نحن نستعيض عن مداخل البنايات بالشكل الطبيعي، أصبحنا ندخل من بيت لبيت. وبعتذر يعني أصبح في عنا مصطلح هو القراءات، من بيت لبيت من بيت لبيت لوقت ما نقدر نصل للمكان اللي الناس عايشة وموجودة فيه. مثل ما لكم شايفين مداخل البنايات كمان مليئة بالأحجار والأتربة. هذا نموذج من هدايا بشار الأسد، هذا البراميل اللي كان عم يرسلنا إياها من خلال طيران الحركة، طبعا من صناعة روسية، بالتأكيد صناعة روسية. هذا ضرب، الله أكبر عليك، سوفش تفرج لاحظ عليه، هذا اللي ضربنا يسمى طيار مدني، لكن بشك يكون هذا طيار سوري. في نحكي بمرحلة تانية على موضوع التحالف على الشعب السوري. هذا هو البرميل، هاي الهدايا اللي ببعتها بشار الأسد. عم يا ماجد تخبرنا عن اوضاع المدنيين هون والعسكريين، يعني شلون وضع الكهرباء ووضع المي؟ هلا اولا نحن البنيه التحتيه شبه منعدمه نهائيا، كهرباء مثل ما لكم شايفين اسلاك الكهرباء تقطعت بفعل القصف. هي اعمده الكهرباء، لم يعد يبقى اشرطه كهرباء عليها، الكهرباء منعدمه في هذا الحي. نعتمد على الشمع، على الكاز، على الفتيل والزيت، هذا هو أصبحت الكهرباء البديلة عنا. وخصيصا نحن بفصل الصيف عانينا كتير كتير من موضوع البرادات، موضوع ما عنا نحن كهرباء، ما عنا كهرباء، كهربتنا أصبحت شمعة بس للإنارة، والناس تضطر بتسهر بالليل بالشارع. بعد قليل بتشوف الناس شلون قاعدة بالشارع، هدول بتستمر السهرة بالليل لأن شوب الجو حر كتير كتير، الناس تضطر لتسهر بالشارع لآخر الليل لتدخل على بيوتها تنام، وما هو بكل تأكيد ما هو نوم مريح. هذا نحن وضعنا. هذا موضوع المياه، عانينا من حرب المياه. كنت قد نبهت لأبناء المنطقة، قلت لهم نحن داخلين على فصل الصيف، وعلى ما يبدو المجرم بشار راح يستخدم علينا سلاح جديد، هو سلاح المياه، حرب المياه. والله وأشهد الله لم يمر أسبوعين إلا بدأت المياه تنقطع، كل 3 أيام كل 4 أيام بعد انقطعت بشكل نهائي نهائيا. نضطر نحن ننزل لمسافة 2 كيلومتر و3 كيلومتر لننقل بالسطولة من منطقة الجب. تجيب الناس في جباب، طبعا البئر هو في بالقديم حيفرين آبار، بدينا ناخذ المياه علما انها غير صالحه للشرب، ومع ذلك شربناها ومرضنا. موضوع الهاتف طبعا نهائيا، موضوع النت نهائيا، نحن جزيره معزوله عن هذا العالم نهائيا.
هلا منكمل مع عمو ماجد جولتنا في حي الاذاعه، وهلا نعدي من طريق نعبر من شارع لشارع، هذا هو المعبر. سيدي الكريم، طبعا نحن هلا عم نعبر من شارع لشارع، لكن مو ضمن شارع او ضمن الطرقات اللي الناس كلها في العالم اعتادت عليها، لا، نحن اضطرينا مثل ما لاحظتوا دخلنا من بناي، دخلنا في بيت. نحن هلا الحد الفاصل ما بين بنايتين، هاي البناية الثانية اللي بدها تأدي فينا للشارع من الطرف الثاني. هاي هي الطرق الحديثة اللي عم نمشي فيها نحن، هاي هي الهندسة المدنية في القرن 21. طب ليش هالسبب هيك عم ننتقل هالطرقات هاي؟ طبعا نحن عم نضطر، ما فينا نمشي من الطرقات العادية، لأن في ربط القناصة، في قناصة النظام اللي مترصدين لهذا المواطن السوري 24 ساعة على 24 خلال اليوم. أي مواطن يصبح تحت مرمى القناص يتعرض إلى القنص مباشرة. الحي قدم كثير من الشهداء، سواء كانوا رجالا أم نساء أم شبابا أم أطفالا، ذنبهم أنهم مدنيون، ذنبهم أنهم يمرون من الشوارع العادية، فاضطررنا اضطرارا لأن نستخدم هذا الأسلوب بفتح الخراءات مثل ما قلنا من بناية لبناية لنصل للشارع. وهلا بتشوفوا شلون نحن عم نصل للشارع الثاني. طبعا نحن انتقلنا هلا للبناية الثانية، وهذا ممر البناية، رح نطلع على الساحة، وهي الساحة بشكل معارك كبيرة جدا ما بين الثوار المقاتلين وما بين جيش الاحتلال الاسدي، وهي البنايات اللي تعرضت للخراب بشكل كبير. وهذا الساتر اللي هو البرداي، هذا بيفصل كمان ما بين بنايتين عن شارع سيف الدولة. شارع سيف الدولة هو الملاصق لحي الإزاعة. وراء هاي البرداي مباشرة يتربص قناصة، يتربص مدفعية الطاغية بشار موجودة فوق، وباستمرار نحن نتعرض. كنا كمان على الوضع العسكري في حي الإزاعة. أول شغلة بالنسبة للوضع العسكري في حي الإزاعة، من هم العسكريون في حي الإزاعة؟ هم الجيش الحر، والجيش الحر هو ناس مدنيين تحولوا من السلمية إلى حالة العسكرة حينما فرضت علينا عسكرة الثورة من قبل بشار الأسد. فيهم المهندس، فيهم الطبيب، فيهم الموظف، فيهم طالب الجامعة، فيهم كل قطاعات الشعب. إنما أجمل صورة من التلاحم الوطني أن ترى الجيش الحر بجانب المواطن المدني، والمواطن المدني بجانب الجيش الحر تحت شعار شعب يبني وجيش يحمي. هذا الجيش الحر هو اللي عم يحمينا، بيحمي وجودنا، بيحمي أعراضنا، كراماتنا، نسائنا، أطفالنا، هذا هو الجيش الحر. اللهم لك الحمد. الإذاعة على يميني مباشرة بيقع مبنى الإذاعة على بعد بحدود 100 متر أو 150 متر يقع مبنى الإذاعة. مرة أخرى تلاحظون السواتر البرادي اللي قدمت لنا إياها الأمم المتحدة، شكرا كثير للأمم المتحدة، هذا إمكانياته، ما عندي أكثر من برداي. أسلحة غير فتاكة، هاي هي الأسلحة الغير فتاكة الغير قاتلة، برداي ليخففوا بس عدد القتلى على ما يبدو، بدل ما يكون في عنا 1000 شهيد يكون عنا 999 شهيد، عشان يخففوا شهيد واحد. احنا مشاركين بالجريمة بكل تأكيد، تآمر من تآمر، تواطؤ من تواطؤ، تخاذل من تخاذل، عتبي على بعض العرب المتخاذلين، على بعض من يسمون أنفسهم دول إسلامية، من يسمون نفسهم دول العالم المتحضر. هي الآثار، الحريق، حريق، وهذا الحريق جديد طبعا. رصاص حارق ولا قذائف؟ لا، ما بيوفر لنا شيء نهائيا، بيضرب بالقذائف، بيضرب بالهاونات، بالصواريخ، بالحارق، بالخارق، في كل شيء، لا يوفر شيء. الشعب السوري عدو، هو جاي من كوكب اخر على ما يبدو، فالشعب السوري عدو، بحاول يستخدم كل انواع الفتك بحق الشعب السوري. هاي مدرسه اللي امامنا، هاي مدرسه
هذا كان في طالب هون قاعد عم يدرس، في طالبة كانت قاعدة عم بتدرس، حول النظام إلى بقايا مدرسة، لم تعد مدرسة. لم تعد مدرسة. هاي مدينة حلب. هلا أي بالطالعة بالصورة كلها مناطق محررة. لا شك فيها. الحمد. واللهم لك الحمد يا رب، هاي اللي عم يظهر أمامكم هاي كلها مناطق محررة. خاضعة لسيطرة الشعب الحر السوري، ما بقول بس للجيش الحر، لأني الشعب السوري هو اللي انتفض من أجل الحرية، والحمد لله رب العالمين، الله من علينا بالحرية واستطعنا أن نحصل عليها بفضل تضحيات الشهداء، بفضل الجرحى، بفضل المعتقلين، بفضل السوار والمقاتلين، كل التحية لهم. منتابع مشوارنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هاي الأبنية ماي أبنية من الكردون، هاي ماي باستديوهات يا أعلام النظام السوري، هاي ماي استديوهات، هاي شوارع حقيقية. هاي ماي في قطر، هاي ماي باستديوهات الجزيرة يا أعلام السوري الكاذب. هاي أبنية ومن الحجر الصلب من المفروض يكون اللي له مقاومة أكثر من الأرميد بعشرات المرات. انظر الى هذا البناء. هم في بناء تحت. هلا هون نحن ورا هاي مباشرة في حريق مباشر، لاني قبل بدايتين ثلاثة من وصولكم مثل ما لاحظتوا في عم بتلاحظوا هلا في حريق وفي دخان. النظام قوات النظام استهدفت البناء والبناء يحترق الان، الان يحترق البناء. ومنضطر دائما للسوافر للبرادي. ومره ثانيه معلش الامم المتحده، شكرا. هي طلقات النظام صار ما هو يضرب علينا من هون. حجم دمار كبير، حجم دمار كبير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لاحظ كثير أثار حرق. اليوم برميز ما مدمر محروق. طبعا بكل تأكيد نحن سبق وقلنا ان هو بيستخدم القذائف، بس بالإضافة للقذائف يستخدم الطلق الناري الحارق الخارق. تفرجوا يعني لا يمكن تلاقي انت بناء، لا يمكن تلاقي مسكن اذا ما كان مهدم بالكامل. بدك تلاقيه محروق، بدك تلاقيه مهشم. يعني هون بناي مهشمة بالكامل، بجنبها بناي محروقة. في انعدام للحياة، في انعدام للحياة، ومع ذلك الشعب صامد صابر. الله شوف هذا قبل باسبوع كان البناء هون في وسكانه وقاطنين فيه، لكن قبل باسبوع تعرض الى عدة صواريخ، وهذا هو اثار الدمار الهائل. وعلى ما يبدو يعني بالعين المجرد يبين ان التعرض الى القصف كان من زمن قريب جدا، لكن ابت الحياه الا ان تستمر، وابى رب العالمين الا ان تكون سنه الحياه مستمره. انظر الى هذه الزرعه تعطينا الامل بان الحياه مستمره، بان الشعب السوري سيستمر في ارضه، يعيش في ارضه، يبني من جديد. سوريا اجمل، سوريا احلى بكره بفضل شعبه. هاي بناية جديدة، هاي بناية جديدة. بعد ما هي مدمرة هاي ولكن محروقة. لا محروقة ومعرضة كتير لإصابات نارية. الله. صحيح ما هي مدمرة. نحن قلنا إما بتشوف البناية مهشمة بالكامل، إما بتشوف في خراب كبير، واللي بيسلم بيسلم نهائيا لابد من الحريق. حرب على الحياة. طبعا مرصد لقناص، فإذا كنا نضطر نلقط رجل مضطرين طبعا نرقد، لان في مطبخ الخلاص نحن نتحرك الان.
بدي اسالك اذا صار عندك اصابات من قبل الجيش الحر نعم بس الشعب الحر نعم مثلا حدا تعرض لاصابه علاش تلجأوا وش بتعملوا؟ نحن بنلجأ في عنا نقطة طبية في المنطقة لكن نقطة طبية بدائية جدا جدا ما في أي معدات طبية سوى بعض الأدوية القليلة جدا بعد قليل سنطوف ونمر على النقطة الطبية لترون بأم أعينكم ما هي هذه النقطة الطبية نناشد العالم أننا بحاجة إلى الأدوية نناشد العالم بأننا بحاجة إلى المعدات الطبية نناشد العالم بأننا بحاجة إلى الطواقم الطبية لقد تخلى عنا العالم جميعا أصبحنا وكأننا أيتام في هذا العالم للأسف في منا أطباء سوريين طلعوا لبرا أو لجأوا ل يعني ما نصروا شعبهم ما نصروا دينهم ما نصروا يعني هدول كمان عليهم عاتق كل المسؤولية كل المسؤولية تقع على هؤلاء لا أقول الأطباء بل تجار المال كانوا يبحثون عن المال لقد استفادوا من الشعب السوري من الشعب البسيط الملايين الملايين كدسوها في البنوك الأجنبية حينما احتاجهم الوطن في أزمته الإنسانية الكبرى عندما أعلن الأسد حربه على شعبه تخلوا عن الشعب وهاجروا إلى خارج الوطن يعني الله على سطح إحدى البنايات في الطابق السابع من هذا المكان نستطيع أن نعطي صورة واضحة عن مدينة حلب بكاملة خصيصا مدينة حلب المحررة هلا اللي عم يظهر على يمين الشاشة ومنتصف الشاشة وأمام قلعة حلب هي المناطق المحررة لمدينة حلب وبعد القلعة يعني إلى آخر حدود البناء بعد قلعة حلب باتجاه اليسار هذه كلها مناطق محررة لم يبقى لقوات الأسد سوى منطقة بسيطة جدا هذا البناء الكبير العالي اللي هو مبنى بلدية حلب وموجود بجانبه عم يظهر علم ما كان يسمى علم الجمهورية العربية السورية في ساحة سعد الله إلى جانب ذلك هناك القبب الخضراء التي أطلق عليها النظام اسم جامع الرئيس وطبعا الإسلام بريء من الرئيس بريء من هذه العائلة الكافرة الطاغية نحن الآن على إحدى قمم حي الإزاعة ومدينة حلب كلها تظهر أمامنا هاي برج الإزاعة واضح كل الوضوح طبعا حلب اليوم تفتقد إلى عروستها الجميلة ألا وهي مئذنة الجامع الأموي الكبير بعد أن قام النظام بتهديم هذه المئذنة إلى جانب تهديمه لعشرات المساجد والجوامع في مدينة حلب كنا قبل أن يهدم النظام مئذنة الجامع الكبير تظهر لكل من يقدم إلى حلب من اللحظة الأولى كان هناك شامخان قلعة حلب ومئذنة الجامع الأموي الكبير افتقدت حلب عروستها لكننا سنعيدها بإذن الله من هذه الإطلالة بتعبر منطقة الإذاعة على أهمية الاستراتيجية ما هيك؟ بكل يعني تأكيد نعم تكشف كل مدينة حلب هلا منطقة الإذاعة إلى أن يأذن الله بالتحرير الكامل لها أعدكم وأعد إلى كل أحرار العالم أن عندما يتحرر حي الإزاعة بالكامل ستصبح مدينة حلب محررة بالكامل نحن واقفين هنا شايفين باقي المناطق الغير محررة المغتصبة من قبل النظام السوري من قبل الاحتلال الأسدي حزب الله طبعا وبكل تأكيد من قبل حزب الله ما يسمى حزب الله إنما هو رجس الشيطان زائد عصابات مقتدى الصدر العراقية والحوثيين اليمنيين وعلى رأسهم ما يسمى الحرس الثوري الإيراني
هذه هي المدارس التي كانت في يوم من الأيام مدارس وأصبحت الآن ركاما وخرابا. مدرسة بسام العمر تظهر أمامكم الآن، مدرسة بسام العمر ومدرسة مصطفى العقاد. طبعا تم تحويل اسم إحدى المدارس باسم أحد شهداء الثورة السورية في مدينة حلب، وهو الشهيد عبد الواحد هنداوي رحمه الله. تتعالى صيحات الله أكبر إلى عنان السماء، إنها صيحات المجاهدين في منطقة الإذاعة. مثل ما يكون شايفين هلا حجم الدمار، سقف البناء وقد تهدم بالكامل وأصبح كالكتاب مطوي على أرضية هذا المنزل. هذه هي الألبسة والفراش التي كان ينام عليها شهداء هذا البيت، لأن في هذا البيت ارتقى عدة شهداء بفعل هذا القصف الصاروخي على المكان، والدخان يظهر من المكان الآخر من بقايا الخراب، يظهر الدخان آثار الحريق بفعل الصاروخ الذي سقط على البناء الآخر. طبعا كنا لكم منتبهين هلا، هاي المدنيين قاعدين بالشارع، أطفال مع أبوهم، ما في مكان يتجولوا فيه، ما في أماكن يروحوا له، ما في غير هذا المكان، بيعدوا وينزلوا من البيت، يعد هو وأطفاله عم بيقضوا الوقت بانتظار إن شاء الله ساعة النصر. وراء هذا الساتر الترابي تظهر مئذنة الجامع السيدة فاطمة ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعليها آثار القصف والتدمير. هذا الشارع الرئيسي المؤدي إلى مبنى الإذاعة مباشرة، على بعد 300 متر أو 400 متر يكون مبنى الإذاعة بالذات. وفي هذا الشارع نتناصفه نحن وجيش الظالم الطاغية بشار الأسد. في لمنتصف هذا الشارع الجيش السوري الحر يحرس الناس المواطنين، وفي القسم الآخر يسيطر جيش الإجرام جيش الأسد. طبعا سمعتوا هلا صوت المحرك، في هي إخواننا المواطنين أبناء الحي القاطعون في حيهم في بيوتهم في منازلهم، رغم الدمار رغم الخراب الذي لحق بهم. كما ترون الناس ساكنون يتحدون الصعاب، يتسلحون بالإيمان ويتسلحون بإرادة الحياة. الناس مصرة على الحياة، مصرة على صنع سوريا المستقبل، سوريا الحرية والكرامة. منتابع مشوار. نحن في الحد الفاصل ما بين حي الإذاعة والشارع الرئيسي لحي الزبدية. هؤلاء المواطنون المدنيون يعيشون في بيوتهم بجانب الخراب، لكن مصرين على صنع الحياة. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. هذا هو جيشنا الحر، هؤلاء شبابنا الأبطال الذين يدافعون عن حرمات الشعب، يدافعون عن أعراضهم، عن أموال الناس، يدافعون عن سوريا المستقبل، وهم يصنعون فعلا في هذه اللحظات يصنعون سوريا المستقبل. هؤلاء أطفالنا بجانب الجيش الحر، الجيش الذي يحمي والشعب الذي يمارس حياته ويبني. هذه هي المياه. طبعا نحن معنا موجود مياه، قلنا نحن من ننقل المياه لأن أعلن النظام حربه علينا من خلال قطعه للمياه في مدينة حلب وبالذات في حي الإذاعة. وتبعة لحي الإذاعة نحن الآن نقف عند نقطة بداية حي الزبدية الشارع الرئيسي. تظهر على الكاميرا حي بستان القصر، حجم الدمار، حجم الحريق. ناسف لتكرار دائما كلمة دمار، دائما كلمة حريق،
لأن لم نرى من هذا المجرم إلا الدمار والحريق. نقطة أخيرة عنه مشان تعرفنا عن وضع الإغاثة والوضع الإنساني في حي الإذاعة. خلينا نعترف أولا أن الوضع الإنساني ليس بالوضع السوي من ناحية الاحتياجات الكبيرة. الناس عاطلين عن العمل بفعل الحرب القائمة على سوريا، على مدينة حلب، على هذا الحي. الناس أصبحوا عاطلون عن العمل. علما أحب أن أشير إلى أن سكان هذه المنطقة ينتمون إلى الطبقة ما فوق الوسط، بل نقول إلى الطبقة ذات المستوى الاقتصادي الجيد، لكن بفعل الحرب تحولوا إلى عاطلين عن العمل. فكان لابد من إنشاء مركز إغاثي لهذا الحي. تقوم بعض الجمعيات بمد المركز الإغاثي لهذا الحي بالمواد الغذائية الصلبة، طبعا ونقصد الصلبة البقوليات والسكر والشاي، لكن بكميات محدودة. مشكورين جدا، لا ننقص حقهم، مشكورين جدا. الحي بحاجة إلى دعم ومساعدة وتعاون أكبر من هذا بكثير، بحاجة إلى مولدة كهرباء. كما ترون نحن أصبحنا بعد أذان المغرب لا يوجد كهرباء، شبكة الكهرباء معطلة ومخربة، بحاجة إلى مولدة للكهرباء، بحاجة إلى دعم لموضوع المياه كما قلنا. النقطة الطبية فاتنا أن نمر عليها، نقطة طبية بسيطة جدا جدا، بحاجة نحن إلى معدات، بحاجة إلى طاقم، بحاجة إلى أدوية، بحاجة إلى كل دعم. هلا بس كمان شغلة تانية، إنه عتقلي إنه المواد الغذائية عتتأمن من قبل الجمعيات الخيرية. نعم. بس الخضروات والمواد الأساسية كخبز وكذا، والهون ما في محلات، ما شفنا محلات فتحة، شلون خلعوا تأمن موادها؟ هلا نحن بصعوبة بالغة جدا نؤمن لسكان الحي الخضار طبعا ومن حسابهم الخاص، لأننا كلنا في الفقر سواء، كلنا في الاحتياج سواء، كلنا في الحاجة سواء. نقوم بعملية التفافية بأكثر من شارع وبأكثر من بناي وخراقة، وكنتم معنا من خلال ما مررتم علي، بتأمين هذه المواد الضرورية جدا وبكميات قليلة جدا، كميات قليلة لناحية ندرة الأموال بأيدي الناس، لناحية الصعوبة في نقل الكميات الكبيرة. وأنت كمان آخر سؤال، إنه شخص مدني ولكن تحمل سلاح. سؤال بمحله. طبعا أنا شخص مدني، كنت أعمل في مجال تجارة الألبسة ما قبل قيام الثورة، لكن الواجب الوطني، الواجب الديني، الواجب الإنساني يستدعي أن نشارك جميعنا كسوريين في الثورة السورية التي أرادها الله أن تكون منتصرة بإذنه تعالى. مما اضطرنا، وقبل أن نحمل هذا السلاح، قبل أن نحمل هذا السلاح كنا ثورة سلمية، مشينا في شوارع حلب في أزقتها في ساحاتها نطالب بالحرية، نطالب بالكرامة، لكن النظام المجرم أصر على البطش، قتل منا قوافل من الشهداء. ارتقوا إن شاء الله إلى الرفيق الأعلى، وأصيب المئات والآلاف وعشرات الآلاف من الجرحى، مما اضطررنا للدفاع عن أنفسنا وعن عرضنا وعن أطفالنا وعن أملاكنا، إلى أن نحمل السلاح على ما يبدو لأنه لن يفل الحديد إلا الحديد. ولغة النار التي هي لغة بشار الأسد نعامله بهذه اللغة، ولكن هناك لغة أكبر بالنسبة لنا هي الإيمان بالله تعالى وبإرادة شعبنا وبإرادة الانتصار. وهكذا تعرفنا على وضع الميداني في حي الإذاعة.